صباح الفل والجمال والسعادة عليكم مشاهدين برنامج دردشة سريعة وقناة الصحة والجمال. النهاردة حلقة جديدة من برنامجنا متميزة، حلقة فيها موضوع مختلف تماما، كل المصريين وكل العالم محتاجه الأيام دي. صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامجكم دردشة سريعة. دردشتنا النهاردة تهمكم جدا 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 وتهم كل بيت مصري. دردشتنا هتفيدكم النهاردة إن شاء الله كتير بإذن الله. معانا الدكتور ياسمين عبد الحميد، اخصائي طب نفسي ومعالج سلوكي بمستشفى جامعه المنصوره. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الحلقه دي ان شاء الله هتبقى مميزه جدا وهتهمكم جدا ليه ما بعد، وكمان احنا الحاله النفسيه بسبب الكورونا ده اكيد، ده اللي كل العالم بيعاني. طب نطلع فاصل الاول، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني مع الدكتوره ياسمين اللي منوراني. ميرسي. عايز اعرف بقى اول حاجه، ايه مدى تاثير حالتنا النفسيه على صحتنا الجسديه عموما وحياتنا بشكل عام؟ يعني هل فعلا النفسيه ليها تاثير على الصحه وعموما الحياه بشكل عام؟ اه طبعا في تاثير كبير جدا. انا دايما بقول انه الصحه النفسيه والصحه الجسديه دايما مرتبطين ببعض زي الدايره كده، توصل على بعضها. لان لو انا تعبانه جسمانيا هيأثر على نفسيتي، هيخلي مزاجي وحش، هيخلي عندي قلق، لان طبعا الاصابه بالمرض او خصوصا لو امراض خطيره هيخليني دايما عندي قلق على المستقبل. طب انا هعمل ايه بعد كده؟ طب الدواء؟ طب العلاج؟ ونفس الحكايه لو انا نفسيتي تعبانه، بقلق بزياده، عندي اكتئاب، عايش في حزن شديد، بتوتر بزياده، اكيد هيأثر على صحتي الجسميه او الجسمانيه. زي ممكن امراض اصلا بتيجي، في عندنا امراض في علم النفس اسمها الامراض السايكوسوماتيه، دي الامراض الجسميه نفسيه المنشا، دي امراض جسميه جت بسبب نفسي. يعني امراض المعده 70% من اسبابها نفسي، سقوط الشعر، التهاب المفاصل، يعني ممكن الصداع النصفي. يكون في مرض جسدي سببه نفسي اصلا. بالظبط كده، بالظبط كده. والسكر والضغط ممكن برضو يجي ناتج عن العصبيه او عن الحاله النفسيه بشكل عام. اكيد طبعا كورونا اثرت علينا كلنا، يعني فيروس كورونا اكيد اثر علينا. اكيد. مش قصه ان هو اثر علينا بان احنا تعرضنا للفيروس، فكره ان الواحد قلقان، الشخص قلقان ان هو يتعرض للفيروس، ده مسبب له اكيد اضطرابات نفسيه. طبعا هو كلنا الفتره اللي فاتت، اولا هي الاضطرابات النفسيه اللي هو المرض النفسي، هي بس احنا بنقول عليه اضطراب، لان المرض ده يعني في التعريف الطبي لازم تكون حاجه معينه في الجسم، لكن الاضطراب النفسي عموما او المرض النفسي مش في حاجه معينه في الجسم، هي خلل في النواقل العصبيه. طبعا هي انواع كتير، الاضطرابات النفسيه انواع كتير. طبعا طبعا في امراض ذهنيه اللي هي الامراض العقليه، وفي امراض نفسيه، وفي حاجه اسمها اضطرابات الشخصيه، دي حاجه تانية خالص، وفي اضطرابات سلوكيه برده، دي حاجه يعني متقسمه عندنا حاجات. بالنسبة لموضوع كورونا، هو أثر على العالم كله مش علينا احنا بس. طبعا. أثر طبعا اقتصاديا أول حاجة على العالم كله. طبعا. وأثر طبعا علينا بشكل كبير نفسيا. طب ايه كانت ردود أفعال الناس الناس كانت عجيبة جدا. احكي لنا بقى شوية عن الموضوع ده. يعني في الأول الناس كانت مستهترة، يعني الناس خدت الموضوع جامد قوي، وابتدت تقلق زيادة عن اللزوم، وابتدى توسوس زيادة عن اللزوم. وناس كانت واخده الموضوع بتتفيه فظيع وتهوين غريب جدا مش في دماغهم، فكنت بشوف الناقدين بشكل مش طبيعي قبل ما يعملوا موضوع الحظر، وكانوا قايلين يا جماعه بلاش تجمعات، نعدي من الشارع نلاقي الكافيهات شغاله عادي جدا والشيشه شغاله عادي جدا، وفي حين ان الناس تانية جالها حاله ذعر وفزع ومستخبيه في بيوتها. فعلا في ناس حرفيا فضلوا اكتر من 3 شهور مستخبيين في بيوتها. ايوه كانت خايفه فعلا، ما كانتش بتخرج من بيتها. ايوه انا ليا صحاب فعلا ما كانوش بينزلوا من بيتهم. انا حماية العزيز لسه ما نزلتش غلطه من بيته بجد والله. اعرف ناس فعلا لسه ما نزلتش من بيتها. في ناس ما نزلتش من بيتها خالص. ده حقيقي. ده حقيقي. طب انت شايفه ان الشعب المصري كان مستعد لاستقبال كورونا؟ لا خالص. لان احنا كل حاجه، احنا شعب من نكته شويه، بنحب ناخد كل حاجه تهريج وهزار ونكت، يعني احنا ما بنقولش حاجه نتريق عليها بنتريق على نفسنا. كورونا طلعوا لها اغاني. طبعا. يعني طلعوا لها اغاني وطلعوا لها كوميكس لدرجه الكورونا حاسه انها تطفش مننا، انا غلطان اجي في مصر اساسا. طب ازاي انا احمي نفسي من القلق عشان ما اقعش فريسه لفيروس كورونا؟ انا اخاف اتصاب ولا لا؟ انا هتصاب ولا لا؟ انا هنزل هنا هتصاب. فاكيد القلق ممكن يتطور جوه البني ادم بطبيعته فيوصل معاه مشكله. انا احمي نفسي ازاي؟ يعني احمي نفسي ازاي ان انا ما اوصلش لمرحله هو القلق ده كمان ممكن يوصل انه يبقى وسواس قهري؟ طبعا. هو الوسواس القهري اصلا جزء من اضطراب القلق. احمي يعني نفسي ازاي بقى؟ حته ان انا احمي نفسي ازاي، محتاج اعمل حاجه اسمها يقظه الاول، اعود نفسي على حاجه اسمها اليقظه. يعني ايه يقظه؟ يعني ابقى على وعي باللحظه اللي انا فيها دلوقتي،
انا قبل ما اجي مثلا اخدت الاجراءات بتاعتي، الاجراءات الاحترازيه بتاعتي، كنت بلبس الكمامه، بستخدم جوانتي او بستخدم الكحول باستمرار، بغسل ايدي باستمرار، عملت كل الاجراءات اللي خلاص كلنا حفظناها من اول ازمه الكورونا، وعملت اللي عليا. خلاص انا نزلت الشارع دلوقتي واخد بالي بس من اللي انا بعمله، او انا في الشغل دلوقتي مركز بس مع اللي انا بعمله، اللي هو انا خدت احتياطاتي وفي نفس الوقت ماشي بقى عادي، مش ان انا مثلا يبقى في تهاون اللي هو انا لا بلبس كمامه ولا بحط كحول ولا بستخدم الكحول ولا بغسل ايدي ولا الكلام ده كله. فمحتاج عشان احمي نفسي ان انا اكون على وعي، انا عملت اللي عليا والباقي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى بس. لكن ان انا اقعد اقلق نفسي بقى كل شويه، في ناس فعلا تبقى ماشيه في الشارع فجاه كده تبص تلاقيها متوقفه ومطلعه سيبرتو في نص الشارع، ده وسواس بقى طبعا. طب انت شايفه ان القلق ده ممكن يجي للاطفال؟ يعني ايه تاثير الفتره اللي احنا عشناها دي على الاطفال كمان؟ بصراحه كان تاثير مؤلم جدا. وانا للاطفال ليه بقى؟ بمعنى بصيت لقيت امهات بقى في نص الازمه، الامهات بتشتكي الاطفال بقى عدوانيين، شقاوتهم بقت بزياده، اللي ده عنده اصلا ده ناتج ان هو مثلا قاعدين في البيت على طول ما بيخرجوش. احنا قبل الكورونا كان في ايه؟ كان في بروح التمرين وكنت بروح المدرسه وكنت بروح دروس او المدرس بيجي لي، وكان اليوم مشغول يعني ما كناش بيطلعوا كمان طاقتهم بالظبط كده. فانا دلوقتي ما فيش طاقه بتخرج، فده بيأثر، مفيش طاقه، محبوسين في البيت، بيحولهم لطاقه عدوانيه مثلا، بيبقوا عدوانيين. طب احنا نتعامل يعني اتعامل مع ابني او بنتي ازاي في الفتره دي؟ بصي الطفل كده كده عنده طاقه، طاقته طبعا اكتر مننا احنا بكتير، تمام؟ فانا استثمرها في حاجه مفيده له وليا داخل البيت احسن لنا طبعا، داخل البيت. داخل وكان البيت يعني انا على البيج بتاعتي كنت على طول يوميا لازم انزل العاب للام والطفل او ولي الامر والطفل يعملوها سوا. يعني انا عايز بقى تشرح دي باستفاضه بحيث ان الناس يعني تستفاد، المشاهد يستفاد من موضوع ان هو ازاي يتعامل مع اطفاله في البيت بحيث ان هو قوي، يعني يقوي التنميه عنده، ما يحولوش لافعال عدائيه. هو اصلا اول حاجه انا نصحت بيها يعني كل الحاجات دي عملت بيها سلسله فيديوهات، اول حاجه انا نصحت بيها يا جماعه المدارس وقفناها من بدري، من شهر 3 تقريبا او يمكن من قبل شهر 3، الناس كانت خايفه تودي ولادها المدارس. شيء طبيعي تمام، وده شيء طبيعي طبعا، ما حدش يقدر يلومه في حاجه زي دي. فكان اول حاجه طلبتها يا جماعه ما توقفوش مذاكره، لازم على الاقل من ساعه لساعتين في اليوم مذاكره على حسب عمر الطفل وعلى حسب المواد اللي عنده. ليه؟ المخ زيه زي العضله بالظبط او زي جسمنا بالظبط، لو فضلت انا شويه ما بمشيش ما بتحركش او ما بعملش تمارين العضله هتتيبس هتقف، ومع اول مره هاجي امشي فيها رجلي هتوجعني او العضله اللي انا بمرنها هتوجعني. المخ كده بالظبط تنشيط يعني. طيب التمرين المخ ايه؟ انا همرن المخ ازاي؟ همرنه بالعمليات الحسابيه، بالمواد بقى بتاعتهم، ان احنا نقعد لينا ساعه او ساعتين في اليوم مذاكره متقسمين، في بينهم فترات راحه طبعا، مش ساعتين قاعدين على الكتاب. وتحفيظ القران لان دي من الحاجات اللي بتقوي الذاكره جدا للطفل. غير كده انا بقعد انا مع الطفل، ولازم ان احنا في الطبيعي اصلا نعود الطفل على كده، ان انا بقعد معاه وتعالى ننظم يومنا، احنا هنعمل يومنا ازاي، هنعمل ايه، اشركه في بعض المهام المنزليه المناسبه لسنه. المناسبه ان هو ما نسيبوش قاعد فاضي. لا قاعد فاضي هيعمل لك كتير. دي حقيقه. طبعا قاعد فاضي. الفتره دي يعني ممكن انها تاثر على ذكاء الطفل. طبعا ما انا بقول لك، لو انا ما نشطش ذكاء بس ده تنميه وكل حاجه، يعني الفتره دي اثر عليه نفسيا. انا لو ما نمتش ذكاء باستمرار، ان احنا مثلا نقرا حاجه كل يوم، نقرا ستوري، نقرا قصه، نعرف معلومه جديده. مهم قوي لما بنيجي يسالني على حاجه سواء انا عارفاها او مش عارفاها، ممكن اقول له انا عارفاها بس تعالى نعمل سيرش مثلا على جوجل وتعالى نطلعها سوا، عشان اعلمه حب المعرفه وحب التطلع، وان انا قدر الامكان يكون عندي ثقافه او معرفه. محتاجه دايما اعلمه نقطه زي دي، واعوده دايما ان القراءه او المذاكره دي جزء لا يتجزا من حياتك، والقراءه بالذات تحديدا، لان القراءه من الحاجات اللي بتنشط المخ وبتنشط الذاكره باستمرار. يعني حد بتلاقي حد زي محمد حسنين هيك الله يرحمه، لحد اخر لحظه الراجل ده ما شاء الله كان كبير في السن وواعي وفاكر كل حاجه. طب احنا ممكن نفيد الطفل في الترفيه برضو، يعني مش هيبقى قرايه ومذاكره؟ لا في ترفيه طبعا. بمعنى ايه بقى الترفيه يعني؟ طب ما فيش وسائل ترفيه خالص بقى دلوقتي. وزادت القعده على الموبايل لا الترفيه المنزلي يعني اكيد في انواع. ما انا بقول لك هو بدل ما اسيب الطفل ماشي، هو مسموح له مثلا ان هو يقعد نص ساعه او ساعه في اليوم، تمام؟ في امهات استسلمت وسابت ولادها للموبايل. لكن يعني الباقي مهم قوي ان انا اقعد العب مع ابني، انا العب مع نفسي كده كده في الفتره دي، احنا كنا كلنا فاضيين فما فيش اي حاجه. لو انا قعدت لعبت يعني الموبايل ضرر للطفل اكتر ما هو طبعا. وكل ما السن صغر بالذات كل ما الضرر يزيد، يعني كل ما تنزلي في السن كل ما الضرر يعني يزيد. اقصى حاجه ممكن الطفل يفضل الموبايل في ايده قد ايه؟ على حسب السن.
بنحسب مثلاً دقيقة من ست سنين. دقيقة لكل سنة. دقيقة لكل سنة. المفروض. يعني لو ست سنين مثلا. ست سنين اخري ساعة. عشرة. عشرة ممكن ساعتين بس متقسمين على اليوم يعني مش ساعتين انا مش دايركت قاعد غلط اصلا متقسمين اجزاء انا دايما حتى بطلب من الام نتفرج على التلفزيون وكل حاجه بس انا قاعده مع ابني بكلمه وبتناقش معاه لو هو بيتفرج على حاجه وابتدي اتناقش معاه واتكلم معاه ما سيبوش قاعد بس كده قدام التلفزيون يعني. طب الغضب ما تيجي تاخدي الموبايل من الطفل او هتمنعيه لا بيبقى فيه ردود افعال من الاطفال نتعامل معاها ازاي؟ ردود الفعل العنيفة عموما من الأطفال أولا الطفل في ساعة الغضب دي ببتدي أقوله أنا مش هتكلم معاك غير لما تهدى بس لازم أنفذ كلامي يعني أنا مع الطفل أقل من 10 سنوات تحديدا وعدت بعقاب لازم أنفذه وعدت بثواب لازم أنفذه أو بمكافأة لازم أنفذ ليه بقى الطفل لو فقد الثقة فيا خلاص تمام فأنا فعلا لازم أخد التليفون باخده وبعد كده هو بيبتدي يعمل أي حاجة بيبقى عليها عقاب أو أنت كده مش هتاخده بكرة أو أنت هتأخر ميعاد إن أنت تاخده تاني كل من امن العقاب اساء الادب وفي نفس الوقت ما يبقاش العقاب بالضرب هما نفس كلمتي معاه لازم عشان كده. يبقى في ثقه من الطفل للوالد كده. او الوالده لازم يكون في ثقه بمعنى انا قلت له هعاقبك هعاقبك يبقى في جزاء كويس في جزاء كويس بالظبط طيب كده لان من امن العقاب اساء الادب لان انا لو ما تعاقبتش على حاجه غلط انا عملتها مش هتعلم الصح من الغلط طب في ناس اصلا يعني على طول عندهم قلق قبل فيروس كورونا ده هم مصابين بالقلق عندهم قلق اللي هم اصلا مرضى باضطراب القلق او مرضى بالوسواس القهري ده لما جه عليهم الفيروس ايه اللي حصل يعني والله في جزء منهم يا كان معايا حالات وسواس قهري وقلق كانوا مخلصين جلساتهم والحمد لله بقوا تمام فانا ببقى على اتصال بالحالات بتاعتي فكنت قلقانه عليهم جدا في الفتره دي فابتديت اتواصل معاهم سبحان الله لقيتهم كويسين جدا على عكس ما انا كنت متوقعه يعني كنت متوقعه ان انا هلاقيهم اكثر توترا طب وايه السبب الحمد لله العلاج جاب نتيجه يعني طب ما تقول لنا حاجه كده من العلاج هنقول حاضر يعني هم اصلا كان يعني بيتعالجوا عند حضرتك ان هم عندهم مرض القلق او وسواس قهري يعني وسواس قهري خلي بالك من حاجه احنا اكتر حاجه معرضين ليها وكان يعني كل اساتذتنا متوقعين ان احنا بعد جائحه كورونا او بعد ما تهدى شويه ان احنا هيطلع عندنا كميه اضطرابات نفسيه هي طبعا كتيره جدا كورونا دي كانت مشكله يعني هي اولا دخلت العالم فجاه هقول لحضرتك حاجه يا دكتور انت عارفه مصر كان فيها كام جهاز تنفس صناعي في بدايه الازمه كان. مصر كان فيها 4500 جهاز تنفس صناعي يعني احنا بصراحه الدوله ادارت الازمه بشكل حلو بشكل جدا بشكل اعجازي جداً مش انجازي يمكن احنا عدينا احنا كنا متصورين دايما ان الدول اوروبا وامريكا متطورين عننا لا بجد الازمه دي عرفتنا احنا اللي انا مستغرب له بجد ان الاعلام مركزش على نقطه معينه ان مصر فعلا يعني ادارت الموقف بطريقه احترافيه جدا. يعني مصر في بدايه الازمه كان فيها 4500 جهاز تنفس صناعي على مستوى الجمهوريه. اصلا فيروس كورونا هو مهمته الاساسيه ان هو بيعمل فشل لجهاز التنفس الانسان فبالتالي بيحتاج ان هو يتحط على الفنتوريترو اللي هو جهاز تنفس صناعي. مصر في بدايه الازمه كان فيها 4500 وده رقم كان كويس جدا بالنسبه للدول الاوروبيه وبالنسبه لاي بالنسبه لامريكا انجلترا فرنسا كان رقم كويس جدا. شركه ميدترونيك دي الشركه المالكه لحقوق الملكيه والفكريه للجهاز لتصنيع الجهاز هي شركه محترمه جدا يعني هي اطلقت تغريده قالت انا بتنازل عن الحقوق الملكيه والفكريه للجهاز مش بس كده انا بدعي الدول كمان ان هم يصنعوا الجهاز ونتبادل مع بعض المعلومات بصراحه وفعلا بجد كان اول كان احنا معانا تغريده اعتقد بتاعت الموقع اللي اطلقتها الموقع كانت اول الدول بتعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التغريده دي بتصنيع الاجهزه فوصلنا لعدد لا باس به يعني وصلنا مثلا لحوالي 8000 9000 وده انجاز مش انجاز ده اعجاز فده المفروض ان الاعلام كان ركز على حاجه زي كده عشان يعرف ان المواطن إن الحمد لله ان الدوله فعلا قدرت تقف للازمه دي والفيروس ده ودارت الموقف صح ايه الفرق يا دكتور بين القلق النفسي والوسواس القهري يعني امتى اعرف ان انا مثلا القلق ده طبيعي القلق اللي انا فيه طبيعي التغريده معانا اللي اطلقتها شركه ميدترونيك دي الشركه اللي هي المالكه دي الشركه المالكه للحقوق الملكيه والفكريه لفكره جهاز تنفس صناعي دي اطلقتها ان هي بتتنازل وبتدعي يعني العالم كله بتقول لهم انا صنعوه اقدروا انتوا تصنعوه
بصراحه كان في تعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصنيع الجهاز، وهم فعلا نجحوا ان هم يصنعوا ووصلنا لرقم ممتاز جدا. يعني دكتور ايه الفرق، يعني امتى اعرف ان انا عديت القلق الطبيعي؟ يعني كلنا بنقلق، امتى انا يعني اقول لا انا كده محتاج دكتور، كده انا محتاج طبيب يتابعني؟ تمام، هو فعلا كلنا بنقلق، لان انا لو ما قلقتش نعرف هبقى بني ادم. نعرف رد السؤال ده بعد الفاصل. نعرف السؤال ده بعد الفاصل. تمام، نطلع فاصل ونتواصل ان شاء الله باذن الله. ورجعنا لكم تاني ونعرف بقى اجابه السؤال من الدكتور ياسمين. انا بس عايز اعرف حاجه الاول، اتفضل. مين اكتر عرضه للامراض النفسيه، الراجل ولا الست؟ الست طبعا. ليه بقى؟ علشان احنا دايما الدنيا جايه علينا كده كتير. عايزه اقول لك ان في اخر مؤتمر حضرته قبل الكورونا في شهر في 12/2019، الدكاتره اصلا بيتكلموا عن ان الست تركيبها العصبي الداخلي غير مفهوم. غير مفهوم اساسا. يعني اساسا لا ازاي بقى، تركيبها أنا عايزة العصبي أفهم. تركيبها العصبي الداخلي معقد جدا. تمام، اصلا كمان احنا هرمونات الانوثه الاستروجين بيعلى وينزل كل ساعه. تمام كده، انا اشرب شاي بقى على ما تخلص. فكل ما بيعلى وبيوطى بيأثر على المود، عشان كده الست مشهوره بالتقلبات المزاجيه، او هي الاكثر عرضه برضو للاصابه بالتقلبات المزاجيه، لان اصلا المراه كائن عاطفي. امال الجوزائيه دي تبقى ايه؟ المراه اساسا كائن عاطفي اساسا، التكوين النفسي بتاعها غالب عليه العاطفه طبعا عن الراجل. طب امتى اعرف ان انا عندي مشكله نفسيه؟ تمام، هنفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي. القلق الطبيعي انا لازم كلنا كده جلسه بقى. القلق الطبيعي ده ضروري لنا كلنا. على فكره في ناس كتير بيبقى عندها مشاكل نفسيه بس هي مش عارفه، وعندنا كمان في مصر خايفه تتكلم فيها، مش مهتمين بالعلاج النفسي. انا مش هقول انا مريض نفسي، لا لا، ده هي احسن حاجه. صلي وقرب من ربنا. يا سلام كده زي الفل، انت بقيت زي الفل. طب يا جماعه، ما انا لما بيجي لي احتكام في زوري او لما بيجي لي اي مرض جسماني بصلي وبدعي ربنا وبروح للدكتور وباخد دواء. طب ما هو نفس الفكره بالنسبه للمرض النفسي. سيكولوجيه الشعب المصري اصلا غريبه، يعني الاول كنا بنعطس عادي قدام الناس بنكح. لا دلوقتي العطس، دلوقتي لا خلاص، ممنوع كده. انت اللي يكح يطلع بره. انت كحيت خلاص بره. بالظبط كده. طيب امتى اعرف انا ان انا تعديت الحدود الطبيعيه اللي انا قلقان؟ القلق ده عامل زي البنزين بتاع العربيه بالظبط. لو مفيش بنزين في العربيه، العربيه هتمشي؟ لا مش هتمشي. لا مش تمشي. يبقى القلق ده انا محتاجاه عشان اتحرك. لو ما قلقتش عشان انا عندي انترفيو مهم مش هبقى مركزه فيه، او مش هعمل ماي بيست علشان ابقى كويسه فيه. لو ما قلقتش عشان عندي امتحان مش هذاكر. تمام كده، اذا احنا محتاجينه عشان هو اللي بيحركنا. طيب وانا من غيره مش هبقى بني ادم طبيعي. حدود القلق لفين؟ حدود القلق وحدود اي اضطراب نفسي سواء القلق او غيره، اولا انه يبقى اكتر من اسبوعين متتاليين. ثانيا حاجتين مهمين جدا، الشده والاعاقه. الاعاقه دي يعني القلق ده ابتدى يعطلني، ابتدى يخليني ما بمارسش يومي، ما بروحش الشغل مثلا عشان اعمل طقوس معينه مثلا في النظافه. ابتدى بيستغرق مني وقت طويل جدا، لدرجه ان انا مثلا ممكن اقعد ساعتين ثلاثه بس، بالنسبه للناس مثلا اللي عندهم وسواس النظافه او قلق المرض او الكلام ده كله. فبيفضل اخد 3 4 او 5 ساعات او نص اليوم بس في اني مثلا ادخل الحمام عشان النظافه، عشان بيشك في الوضوء مثلا، يفضل يعيد الوضوء كتير. انا اعرف واحده كده عندها وسواس نظافه، وسواس قهري فعلا. ايوه، ووسواس النظافه مشهور، عشان كده احنا يعني اكثر يعني كتر كمان وسواس النظافه ده بعد الازمه دي. القلق القهري من اسهل من اكثر الاضطرابات النفسيه اللي احنا معرضين ليها في كورونا، لان وسواس النظافه طبعا من الحاجات اللي مشهوره وقلق المرض كمان. يعني كان في بيوت كتيره في مصر مثلا بيخش بالشوز عادي، يعني دلوقتي لا.
بيلقى تشوز بره. اه في اجراءات تانية. اجراءات احترازية قبل دخول اي بيت. احنا هنحجز لك عياده بقى في مستشفى الحريه. على فكره بالمناسبه المستشفى دي محترمه جدا جدا والله بجد، عشان انا بيبقى عندي ناس من طنطا ومن المحله، فكان لينا كده كان ليا حد كانت عميله عندي وكانت بتتعالج هناك، بصراحه بيشكروا لي فيها جدا جدا، ويعني انا مبسوطه يعني، انا حبيت المستشفى من الكلام اللي انا سمعته عنها من الكلاينت اللي كانت معايا. من كذا شخص ولا من شخص واحد؟ لا من كذا واحده بصراحه، لاني عندي يعني عندي ناس كتير من طنطا ومن المحله. هي بصراحه فيها هي مستشفى محترمه، حتى شكروني في التعامل هناك والناس هناك لا الناس هناك بتتعامل باسلوب راقي جدا قالولي. وبعدين فيها يعني ما شاء الله فيها حاجات اجهزه حديثه دايما بيدعموها، دايما في تطوير فيها، دايما فريق جوده شغال كويس. هي مستشفى كويسه يعني. اصل انا كذا حد كان يبقى مثلا في مكان تاني وبعدين يروح الحريه فيقولوا لي لا ده في فرق كبير في النظافه في الاستقبال في التعامل، فعشان كده انا ما شفت الاسم بصراحه اتبسطت. لا والتعقيم يعني. هناك التعقيم يومي على فترتين يعني بيعقموها على فترتين. هي مكان محترم. يشرفنا طبعا ان تكوني فيها. يا ريت تكون موجوده. طب قولي لي يا دكتور، في مرضى عندك اطفال؟ طبعا. يعني المشاكل النفسيه مش للكبار بس؟ طبعا. طب سببها ايه؟ ممكن الطفل يصاب باضطراب نفسي او اضطراب سلوكي. اضطراب سلوكي ده يعني سلوكيات خاطئه مش محببه زي العدوانيه زي السرقه زي الكذب، كل دي اسمها اضطرابات سلوكيه. طبعا السرقه. طبعا بيأثر عليه في الدراسه. في حاجه اسمها هوس السرقه وبيسرق من غير ما يدرك اساسا، بيبقى ليها اسبابها طبعا. طب نتعامل مع الطفل ازاي بقى اللي عنده مشكله نفسيه؟ بصي نصيحه للامهات عموما اول حاجه الضرب والعصبيه، ممنوع الضرب وممنوع العصبيه، دايما دي اول حاجه بقولها. تمام. ليه بقى انا بقول العصبيه؟ لان في العصبيه عنيده جدا. بصي الطفل هو المرايه بتاعتي. تمام كده. انا عصبيه ابني هيبقى عصبي. تمام كده. انا عدوانيه ابني هيبقى عدواني. انا عنيده ابني هيبقى عنيد. هو الانعكاس بتاعك بالظبط، هو الانعكاس بتاعي. هو بتولد صفحه بيضاء احنا اللي بنكتب فيها. هنكتب بقى بخط حلو هنكتب بخط وحش، فالاب والام هم المسؤولين. طب قولي لي يا دكتور، في ايه الفرق بين التوحد والتاخر العقلي ولا هما الاثنين واحد؟ لسه كنت عامله فيديو عن الموضوع ده. بصي التوحد احنا بنسميه اضطرابات نمائيه خاصه بالنمو، لانها بتاثر على اللغه، بتاثر على التواصل الطفل بالعالم الخارجي وبالناس من حواليه. هو متوحد. يعني التوحد والتاخر العقلي ده حاجه ده حاجه. التاخر العقلي ده مرض وده مرض. طب اتكلمينا عن كل واحد بقى وقولي لنا اعراضه. التاخر العقلي ده نقص في القدرات الذهنيه. تمام. مش شرط كل طفل عنده توحد يبقى عنده تاخر ذهني، بس في حالات عندها توحد وعندها تاخر ذهني، وفي حالات عندها تاخر ذهني بس مش مالوش علاقه بالتوحد. التوحد اصلا مش عن سن 3 سنين. التوحد هل فعلا بيبقى فيه ناس عندها توحد بس قمه في الذكاء، عندهم الذكاء عالي جدا؟ مش في العمليات الحسابيه مثلا. طبعا بيبقى مميز في حاجه. لو هو ما عندوش تاخر في القدرات الذهنيه بتلاقيه مميز في اتجاه معين او في حاجه معينه زي مثلا العمليات الحسابيه بالظبط. طب اعراضه ايه التوحد؟ يعني اعرف منين ان ابني عنده توحد؟ طيب هو اولا التوحد بيتشخص في اول 3 سنين من عمر الطفل. بيبقى مثلا الطفل ما فيش اول حاجه الاي كونتاكت، التواصل بالعين، ما فيش تواصل بالعين لا مع الام ولا غير الام. دايما عنده حركات تكراريه ان هو يهز جسمه لا اراديه طبعا. يلف في شكل دايره، يحب دايما الحاجات اللي بتدوره، يبص للمروحه، يحب يبص للغساله وهي بتلف. ده التوحد. يتمسك دايما بلعبه معينه. ايه اللي بيجذبه ليه يعني بينجذب للدوائر؟ عشان هو متوحد مع نفسه مع ذاته، فبيحب هو نفسه دايره مغلقه. تلاقيه وهو طب التعامل مع الاطفال الثانيه حياته الاجتماعيه بتبقى عامله ازاي؟ هو عنده مشكله اصلا في التواصل. هو اساسا التوحد مشكله في التواصل. مشكلته الاساسيه ان هو ما بيتواصلش مع حد خالص. مفيش كونكت بينه وبين اي حد خالص. لا تواصل لفظي ولا غير لفظي، لا حد في سنه ولا حد اكبر منه. تواصل يعني لفظي اللي هو بالكلام والغير لفظي. ما بيبقاش عارف يتكلم ولا هو بيتكلم. في ناس منهم بيبقى بيتكلموا بس بيتاخروا شويه. ما هو هيبقى متاخر شويه. لما بنعمل حاجه اسمها تدخل مبكر اللي هو الاب والام ملاحظين من البدايه، والوقت بقى فيه وعي على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك والكلام ده، بقى فيه فيديوهات سواء انا سواء زمايلي بنعملها فيديوهات التوعيه دي. فدلوقتي عاده الناس بتيجي بدري، فانا كل ما شخصت الحاله بدري ورحت لناس متخصصه كل ما المشكله اتحلت. بتعمل لهم جلسات تنميه مهارات وتخاطب، فالدنيا بتبقى تمام وبتحسنه. ماشي مش هبقى زي الناس نفس الفئه العمريه بتاعتي، بس بيحصلهم او بقدر اخليه خلاص يعرف يتواصل ازاي مع الناس ويتواصل مع المشكله دي. بتنتهي نهائي ولا بتفضل مستمره معاه؟
بنحسن القدرات. التوحد او التاخر الذهني هيفضلوا موجودين معايا، بس شطارتي انا بقى كأم ان انا ما اسكتش، ان انا طب افضل متابعه معاه. ايه اسباب ان طفل يجي له توحد؟ في عوامل وراثيه، في عوامل جينيه زي نقص الرصاص والحديد وتعرض الام للتلوث اثناء الحمل وسوء التغذيه، يعني من البدايه اصلا، يعني من اول التكوين يعني. طبعا طبعا هنا بدا مثلا في التكوين، غير العوامل الجينيه والعوامل الوراثيه. طبعا، وبعدين البيئه بقى بتدعم ده، بس كده كده التوحد لازم بيبقى فيه استعداد وراثي وفيه جينات وفيه نقص في مواد معينه، بس الاساس يعني الوراثي. لازم جيني. لا مش زي ما الناس متخيله ان الطفل كان طبيعي، بس عشان قعد قدام التلفزيون وقعد قدام قناه معينه يقول لك امسك الموبايل كتير، بيقعد الموبايل كتير بيجي له توحد، يمسك موبايل كتير وهو صغير هيتاخر في الكلام، هيتاخر في الكلام. لكن ملوش علاقه بالتوحد. التوحد ده ملوش علاقه بانه قاعد قدام هو. ماشي، القعده قدام التلفزيون غلط، احنا مش بنقول يعني الطفل اصلا اقل من 3 سنين انا ما بنصحش ان احنا نجيب الاجهزه الالكترونيه دي ناحيته اساسا. لحد ثلاث سنين. ممنوع يستخدم موبايل، ممنوع يستخدم اي حاجه. انا بفضل ان هو ما يمسكهاش اساسا، ولا ولو قاعد قدام التلفزيون يبقى حاجه كده في الباك جراوند، انا بلعب معاه، بعمل معاه حاجه بالظبط كده، وما سيبوش قاعد كده. قصدك ان الطفل ما يتسابش لوحده؟ بالظبط كده. لازم طول اليوم وسط الاطفال. اوكي. الو. ايوه يا فندم. استاذه نوره. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا فندم، منوره. اتفضلي يا فندم. منوره. اتفضلي. بقول لحضرتك يا فندم، هو انا لما يعني وسط عيالي وناسي مش بيحبوني، لكن باقي الناس بتحبني، يعني ولادي. يعني انت وسط اسرتك؟ نعم. وسط اسرتك مش بيحبوكي؟ بره اسرتك جيرانك صحابك بيحبوكي؟ الناس كلها بتحبني الا حتى ولادي بناتي. طب مثلا قرايبك مثلا، ولاد خالتك ولاد عمتك؟ انما انا الاسره اللي داخل البيت، داخل المنزل. طيب ولادك عندهم قد ايه؟ يعني من 20 و17 يعني كبار ما شاء الله. بنات ولا صبيان؟ بنات. طب انت ليه بتقولي ان هما مش بيحبوكي؟ يعني ممكن يستغنوا عني بسهوله، يعني مثلا زي. واحده ست تروح تقعد مع خالتها، تقعد مع ستها. طب بيحب والدهم بيحب والدهم عنك؟ لا، والدهم متوفي. الله يرحمه. متوفي وهم عندهم كام سنة؟ 20. متوفي وهم لسه صغيرين. طيب زمان بقى، الفترة اللي هي بتاعت الطفولة والمراهقة، كان التعامل بتاعك معاهم عامل ازاي؟ كنت بتستخدمي الضرب، التعنيف، الإهانة؟ طبعا كنت شايفة ان انت ست وراجل مع بعض، فكنت بتشدي عليهم جامد، مش كده؟ لا يا فندم، والله انا بالنسبة لهم انا سني صغيرة اصلا، متجوزة وانا سني صغيرة. وباباهم كان كبير عني في السن. بس لما توفى حبيبتي رميتها في الشارع انا لوحدي كده، وخدت مني العيال عشان الشقه. انت كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي كام سنه؟ انا عندي من قيمه 10 سنين كده، انا دلوقتي عندي 38 سنه. العمر كله ليك. الله يخليك. طيب استنينا الدكتوره ياسمين هتجاوبك بعد المقابله. هي عندها مشكله طبعا، هي بتقول لك ان الناس بره بتحبها وبيتها ذات نفسها اولادها ما بيحبهاش. كده كان في مشكله في الاساس اللي هي في فتره الطفوله. في التربيه، في فتره الطفوله اللي هو زي ما احنا قلنا كده من شويه، الضرب، الاهانه، ان انا بتعامل مع الطفل بشده، كل طلباته مرفوضه فين وفين على بال ما وافق، شده زياده عن اللزوم، ما عرفتش تقربه. وفي حاجه خطيره جدا، ان انا ادعي على ابني خصوصا قدامه بقى وهو سامع، لان ده عقوق، انت كده انت اللي بتعوقه الاول، فهو لما يكبر اول حاجه هيعملها ان هو هيعوقك، زي ما انت ده انت كده، انت اللي بتعوقه، انت اللي بدات بالعقوق. بس معلش، دول كبار وفاهمين وعاقلين، يعني واحنا ديننا سنة. لا، واحنا ديننا ما بيامرناش. وعلى فكره ممكن خلي بالك من حاجه، ممكن كمان تكون هي اللي حساسه في النقطه دي، لان سيكولوجيه الام في الظروف اللي زادت. عشان كده سالتها انت عندك كام سنه لما زوجك توفى، ان انا مفهوم الست المصريه ان انا ما اتجوزتش مثلا، لو هي ما اتجوزتش انا نسيت اسالها عن الموضوع دوت، ان انا عشت ليكم. فممكن هم كبروا عايزين يشوفوا حياتهم، ابتدوا يروحوا شغل، ابتدوا يشوفوا حياتهم، فممكن هي شايفه كده برضو، يعني مش شرط برضو الكلام ده، لان احنا طبعا مش قاعدين معاها. تكون هي حاسه بكده بس مفيش كده. هم بطبيعه الحياه مثلا كل واحد انشغل في دراسته، في شغله. طب الام تعامل بناتها ازاي؟ خصوصا بقى لو بنات. الاساس الطفوله ثم المراهقه. هي لو الطفوله اصلا صح، هنمر بمرحله المراهقه بسلام، هنطلع في سن الشباب الدنيا هتبقى تمام.
الاساس الطفوله، الطفوله كانت مش تمام، كان فيها اي تجاوزات، كان فيها اي مشاكل، المراهقه هتبقى كل اللي مترتب بقى بعد كده هيبقى مش تمام. طبعا هي الاساس الطفوله، يعني الطفل ما بينساش. لا طبعا، لا الطفل ما بينساش هنا والضرب بالذات. خلي بالك عموما احنا مخنا والبنات بالذات ما بتنساش الاهانه. طب والله انا ناسيه كل حاجه. لا في فرق، في فرق بين اني ناسيه وفي فرق اني بتناسى. بتناسى دي حاجه ودي حاجه، في فرق بين ده. اه طبعا احنا ممكن انا اختار بارادتي ان انا انسى حاجه وانت فعلا يعني على مستوى الوعي انت متهيألي ان انت ناسيه. حبا في الشخص ولا انا ده طبيعه فيا؟ لا اللي ممكن يكون الذكرى دي بتسبب لي الم نفسي فالعقل مش قادر عليها فرماها في الشعور، بس هي موجوده. اه بس هي موجوده، بتظهر في حاجات تانية بقى زي فلتات اللسان، زلات القلم، الاحلام بتطلع بشكل اكبر كمان في الاحلام. بالنسبه للاحلام والنوم بقى، معظم الشعب المصري دلوقتي يقول لي انا ما بعرفش انام. انا لسه بره اتسالت السؤال ده بره. سألت السؤال ده بره والله؟ اه طب كويس. بس ما بيناموش. يعني هي مرتبطه بالقلق. انا لما بقى قلقانه من حاجه، بفكر في حاجه، متاهبه لحاجه مثلا، شيء طبيعي ان انا مركزه على موضوع معين. لا هو في فرق ان انا مثلا انا ورايا بكره الصبح مشوار مهم جدا، يعني عندي مشوار الصبح مهم جدا، فبالتالي القلق بينتابني فانا ما بعرفش انام. اه طب انا لو ما انا موريش حاجه اصلا واليوم عندي فري وهصحى براحتي برضه في قلق مش عارف انام. ما هو في قلق يعني في افكار، ما في قلق يعني في افكار. في ناس دماغها ما بتعرفش تخليها تبطل تفكير. وبعدين في حاجه تانية، ما تدخلش على السرير الا وانت خلاص بتنام، بتنام يعني خلاص ما عدتش قادر وهتحط دماغك على المخدة تنام. دي اول حاجه. ثانيا بمنع الكافيين عموما ابتداء من الساعه 6، من 6 ل 7 كده ابتدي امنع الكافيين. لو هشرب اشرب مشروبات شاي زي اليانسون قهوه وحاجات تتمنع. لا ده ابتداء من الساعه 6 خلاص، خلاص ما عادش فيه بقى شاي، ما عادش فيه حاجات دي. تمام. طب كويس. وبعد كده كل المشروبات بتاعتي عباره عن يانسون، نعناع، اللي هي المشروبات حاجه لايت بقى، حاجه في حاجات في مشروبات عشبيه بتساعد على النوم زي الكاموميل اللي هو البابونينج يعني، اليانسون، الريحان، النعناع، الكرويه، الحاجات دي كلها بتساعد على النوم. وممكن اصلا تحطهم على بعض او مثلا بالزيت البابونينج على النعناع، من الحاجات اللي بتهدي جدا وبترخي الاعصاب. ايه ده؟ قبل النوم يساعد على النوم، يساعد على النوم. يعني وان انا اخد نفسي ببطء الساعه 6 امنع بقى اي قهوه شاي، كل منبهات تتمنع. بالظبط كده، بالظبط. وابدا مثلا لو عايز اشرب حاجه اشرب بقى ينسون، اشرب حاجات اللي هي بتبقى الريلاكس اللي هي بتهدي الاعصاب. بالظبط. وممكن مثلا تمرين بسيط من تمارين الريلاكسيشن الاسترخاء اسمه التنفس العميق، ان انا اخد نفسي بهدوء وبعمق بس شويه كده كام مره ورا بعض، بس مش بسرعه. انا لو خدت نفسي بسرعه هتوتر، محتاج اخده بهدوء، هبتدي اهدى جدا كمان. طيب تنصحي ايه الـ 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 الاب والام ازاي ان هم ينموا مهارات اطفالهم؟ يعني مثلا انا في طفل مثلا حسيت ان هو عنده مهاره في حاجه معينه، اخليها تلاحظها ازاي؟ ولما تلاحظها تتابعها ازاي؟ هتجاوبينا بعد الفاصل بقى. ماشي. نطلع فاصل ونكمل مع الدكتورة ياسمين. رجعنا لكم تاني لسؤالنا ونستنظر الإجابة من الدكتور ياسمين. معلش وانسي السؤال. أيوة السؤال. إيه هو السؤال؟ أنا إزاي ألاحظ إن الطفل عندي فيه أشوف ابني متميز فيه. بالظبط. وإزاي بقى أنا أنميها، يعني أنمي التميز اللي هو فيه ده أنميه إزاي؟ تمام. انا اولا محتاج اكتشف قدراته الحقيقيه وابتدي اشوف مميزات ابني. ساعات لما بيكون جاي لي الام والطفل اجي اقول لها طب تفضل تقول عيوب عيوب عيوب، اقول لها طب مميزاته ايه؟ الاقيها سكتت مش عارفه ترد، يا اما تقولي لا ما فيهوش حاجه كويسه. هي دايما الام شايفه كده. والله بشوف الاثنين، بشوف الاثنين. بس ان انا مش شايف مميزات في ابني اصلا، دي لوحدها مشكله. بقى كده المشكله عندك انت مش عند الطفل اساسا. كل طفل له حاجه مميزه، لان في حاجه اصلا اسمها الذكاءات المتعدده. مش شرط ان انا ذكائي يبقى في الدراسه، مش شرط ان انا ابقى متفوق في الدراسه. ممكن ذكائي في حاجه اسمها ذكاء حركي، ان انا ابقى متفوق رياضيا. ممكن ده لو دخل وحب لعبه معينه واندمج فيها
هيجيب فيها بطولات وميداليات وحاجات كده كويسه جدا، في حين ان هتلاقيه في الدراسه يا دوبك ماشيها بينجح. تمام، ممكن حد يبقى ذكائه منطقي اللي هو الولاد اللي بيتولد عنده ذكاء اصلا، يعني بيتولد ذكي طبعا طبعا، ولا لم ما فيش عيوب خلقيه، ما فيش حاجه وراثيه، ما فيش جينات. اذكى اطفال العالم، مش هباش التفاصيل بتاعتنا، انا بسمع انا ما اعرفش، انا بسالك. بص احنا مشكلتنا يعني هنا هم بره بيعرفوا يتعاملوا، انا ده اكيد، ده بره بيعرفوا ان هم ينموا مهاره اي طفل كده. بيعرفوا ان في يعني في اماكن مخصصه للأطفال. مش قوي برضو علشان برضو الاساطير اللي احنا حاطينها عن العالم. انا بكلمك ليه؟ عشان لا انا نفسي دي كلها والله، حتى ازمه كورونا دي اثبتت لنا ان هم انا لسه هقول لك كل دي اساطير ما عادوش بيبهروني. بالظبط كده، بيبهروني زي الاول. يعني فعلا ازمه كورونا دي من مميزاتها. على فكره مصر وقفت جنب ايطاليا، وصل يعني وقفت جنب دول كتير، مصر يعني دول عظمى، دول عظمى. فما يا جماعه مصر ام الدنيا، ما عادوش دي حقيقة. لا مش القصه. لا حقيقي فعلا، انا مصر ام الدنيا ما فيهاش اللي مصر عملته في ايوه جدا دول جدا الغرب. جدا دول الغرب ما عادوش بيبهروني. لا احنا اصطدمنا فيهم، ده عندهم ده النظام الصحي بتاعهم طلع هش جدا جدا، يعني كل الهيلمان اللي بتتكلم فيه. لو اتكلمت معاها دي عايزه حلقه كامله عشان نتكلم عن النظام الصحي. احنا بس الشعب الوحيد اللي عيبه انه بيطلع يتريق على بلده، مش بيتريق على بلده. مش حكايه كده، بصي انت عارفه احنا كمان همومنا كتير وضغوطنا كتير، فبنطلع الطاقه اللي عندنا بس باننا ده عايز ايه نضحك نهزر نطلع نكته. ده اللي انا عايز اقوله. بس عايز اقول لك على حاجه، احنا كشعب احنا بنجتمع في مشكله، بنجتمع كلنا وبنقف جنب بعض كلنا. دي مش موجوده في اي شعوب تاني. لا يعني بنوحد كلمتنا لما بيكون في مشكله وفي ازمه، كلنا بنتوحد فيها، ده حقيقي. كلنا بنقف وقفه واحده. دي مش موجوده في اي شعب تاني، يعني ما لقيتهاش بصراحه في اي شعب تاني. يعني مثلا بطوله امم افريقيا اللي فاتت واللي قبلها، كنت تمشي في الشوارع تلاقي الاعلام كلها على مصر كلها على البيوت، الحضور كامل، التشجيع كامل، كلنا على قلب واحد. ده حقيقي. دي نقطه انا ما شفتهاش في الشعب المصري. نرجع بقى لنقطه الغرب. لا ما عادوش بيبهروني بعد ازمه كورونا وبعد اللي حصل لهم. لا وعلى فكره، على فكره احنا متهيئ لنا ان هناك ما بيبقاش فيه تنمر مع الاطفال والكلام ده. على فكره انا ليا ناس صحابي عايشين في المانيا وعايشين في امريكا وانجلترا، على فكره اللي هما بيحكوا لي عندهم تنمر اكتر من عندنا بكتير. بحقيقة. على فكره بحقيقة. واحده صاحبتي عايشه في انجلترا بيخافوا يتكلموا عربي في اماكن معينه، لما بيدخلوها بيخافوا اللي بيتكلموا عربي او يقولوا ان هم مصريين. احنا بنظهر الوحش عندنا ونتريق عليه. لا هو الغرب كدا. لا الغرب دايما بيعرض، عشان كده مش بنشوف سلبيات عندهم. لا انا هقول لك، الغرب دايما بيعرض للعالم الجزء المضيء فيه. بالظبط كده، فقط لا غير، هو الجزء المضيء فيه بيعرضه للعالم. انما الحقيقه يعني مثلا في اماكن مثلا زي حي هارلي ده في امريكا، يعني حي هارلي ده في امريكا ما ينفعش تمشي على رجلك بعد وقت معين. ما ينفعش تمشي على رجلك. انا مش هنتكلم بقى يعني، بس انا ما عادوش بيبهروني. يعني فاهم قصدي؟ عشان كده انا بقول ان مصر بجد وقفت وقفه قويه جدا. بس للاسف الاعلام ما ركزش فيها. هو برضو في ناس مش لاقي اماكن. بس ده من التعداد السكاني بتاعنا، وان مش كل الناس ملتزمه معايا. بصي بقى، مش كل الناس ملتزمه مش كل الناس بالاجراءات الاحترازيه للاسف الشديد. انت لغايه دلوقتي بتنزلي في التجمعات بتلاقي من غير كمامه. انت ممكن تلاقي نفسك انت الوحيد اللي نازل بكمامه والناس كلها مستغرباك انت لابس كمامه، بس يبقى انت كورونا. انا كنت في جهه ما امبارح فيها تجمعات، انا مش شايف ناس لابسه كمامه. لا ما فيش ولا يعني وسط 10 مثلا واحد، ما فيش الا دلوقتي موضوع الغرامات، وان مثلا اماكن معينه زي البنوك والكلام ده يقول لك لازم عشان تدخل لازم عشان كمامه تخش. والمولات زي المدينه مثلا لازم نخش بالكمامه. بالظبط كده. لكن اوت بقى في الشوارع، في شوارع بتبقى زحمه جدا، ما فيش ناس كتير جدا، ما فيش كمامه، ما فيش اي حاجه. ففي ناس مش لاقيه طبعا اماكن. طيب يا دكتور، هل الكورونا دي بقى اثرت على علاقه الزوجين؟ هم محبوسين بقى وشهم خش بعض، ظهرت مشاكل كتير. زوجيه كتير جدا. وفي يعني انا شفت الاثنين، بس للاسف كويس كالعاده قليل. لا بس عايز اقول لك حاجه، وقربت ناس وقربت ناس من بعضها، بس ده كان العلاقات الاسريه برضو، بس يعني وقربت العلاقات الاسريه. يعني مثلا في ناس ما كانتش بتتجمع مع بعض اسريا في بيتهم، دلوقتي بقى الكل بيتجمع وبيقعدوا. التجمع النهارده مثلا عند هنا، بس خلي بالك احنا جينا في فتره الناس كانت بدات وصلت للاواخر ان هي بدا يجي لنا اكتئاب، بدا يجي لنا حاله زي ده طبيعي على فكره. ان الحياه حوالينا مش ماشيه برتمها الطبيعي. فشيء طبيعي ان انا تغير في نمط الحياه طبعا، بالتالي بيأثر بالسلب. غير ان اصلا بيقولوا ان الست نكديه. لا مفيش حاجه اسمها الست نكديه على فكره. لا زي ما انا قلت لك كده، هو بس عشان موديه، مش حكايه موديه كمان، هو بس ده غصب عنها. بس هي طبيعه هي طبيعه. هي المراه كائن عاطفي، بما انها كائن عاطفي يبقى تبقى، عشان كده بنقول في حاجه اسمها سيكولوجيه المراه وحاجه اسمها سيكولوجيه الراجل. احنا مطلوب مننا كرجاله يعني نستحملكم في الكويس ونستحملكم، ما نبقاش موديه على كل دي.
انت بتضحكي ليه؟ انا بقول حاجه غلط؟ لا خالص. طيب يعني طب الحل ايه؟ ان احنا نكسر الملل والاكتئاب ده في البيت. في البيت زي ما انا قلت لك نعمل احنا انشطه واحنا نعملها مع اولادنا كمان، وممكن نعمل رياضه على فكره واحنا في البيت. يعني دايما كنت بنصح برضو لا غير بقى الاطفال لينا احنا ككبار الرياضه مهمه جدا، وانا ممكن اعملها وانا في البيت. بمناسبه الاطفال والحبسه في البيت، عشان انا كنت نسيت بس اقول لك على الموضوع ده لانها كان موضوع كان مضايقني جدا. ناس فعلا فضلوا قاعدين في البيت 3 شهور ما بينزلوش حرفيا، ده الام بقى متصله بيا بتحكي لي. البنت وصلنا لمرحله ان هي جالها فوبيا اجتماعيه، فوبيا من الخروج من باب البيت، خايفه تتعامل مع خلاص جم بقى يبتدوا الناس جم بقى يبتدوا يخرجوا تاني. البنت تقعد تعيط ويجي لها حاجه كده عندنا اسمها نوبه هلع، ان ضربات القلب تزيد ويحصل تعرق والكلام ده كله. دي عندها كام سنه؟ 6 سنين تقريبا. وشفت بقى كذا حاله كده للاسف. ده اللي احنا بنحاول نوصله للساده المشاهدين، ان 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 فيروس كورونا ما مأثرش، بس مش المشكله مش انك تتصاب او ما تتصابش، لا هو هيأثر عليك بالسلب في صحتك، في معنوياتك، في النفسيه، فده تاثير كامل ليه. يعني احنا بنناقش المواضيع دي كلها بحيث ان احنا مع الدكتور ياسمين ان هي توصل لنا الحل وترد علينا في الحاجات دي. عموما بقى يعني احنا قلنا اولا مهمه قوي، كان بس خلاص احنا الحظر اتفك دلوقتي، بس احتياطي لو حصل تاني عشان بيقولوا في موجه ثانيه. في فعلا هو كان الاول في موجه اولانيه عشان يبقى في موجه ثانيه، هل هي متقسمه موجات فعلا؟ هو الفيروس اللي فهمته يعني الفيروس بيطور نفسه، فهي دي المشكله. بس انا عارف ان هو بدا يضعف. ده دي بقى حاجه تبع تخصص تاني مش تبعنا. لا يعني اعرف ان هو بدا يضعف يعني يعني حتى الاعداد مثلا المصابه بتقل بتقل بتقل، بس هل مشكله الكورونا مش حكايه كده كمان، مشكلته ان هو ممكن حد يصاب بيه ويرجع له تاني ويجي له تاني، يعني خلاص انت ما بتاخدش مناعه منه. ممكن يجي تاني وتالت ورابع لانه مرض تنفسي، فسهل ان هو يجي مره واتنين. طيب وتالت. عشان لو جه موجه تانيه يعني يعني بعد الشر علينا ان شاء الله مش انا هتيجي. نفسي جالي اكتئاب وزهقت. ان شاء الله مش هتيجي باذن الله. ادينا نصايح للكبار. نصايح للكبار، اولا الرياضه، ما احبسش نفسي بشكل كامل اللي هو ما انزلش لا انا ولا اولادي. على فكره كنت بشوف ناس وانا رايحه المستشفى الصبح، كنت بشوف ناس واخدين ولادهم الصبح بدري الساعه 7 وتلاقيهم نازلين يمشوا والدنيا لسه ما اتزحمتش وماشيين ولابسين الكمامه وماشيين وبيعملوا رياضه، سواء بقى بيجروا او بيمشوا بسرعه. شفت ده وانا بحييهم على ده. شفت فعلا بجد كده برضه. وانا برضه كنت بنزل ولادي على فكره، ان عارفه خطوره ان الطفل يتحبس تماما كده. تمام، فبنزله هيبقى اجريسيف. بنزله وباخد الاجراءات الاحترازيه بتاعتي، اعمل بس اللي عليا، ما اوديهمش في مكان فيه زحمه، نازلين بالكمامه. هم خلاص اتعودوا دلوقتي احنا بنيجي من بره يلا يا ماما نعقم ونرش كحول والدنيا بتبقى زي الفل، فهم خلاص الولاد اتعودوا. الاول الناس كانت في بدايه الازمه كان ممكن يعني يقلع الهدوم والجاكيت كله على الباب ويخش على الغساله على طول. والله في الاول هو لازم كده يعني احنا لما بنيجي بنبقى داخلين من المستشفى لازم اصلا بنلبس لبس تاني اساسا، ما هو ما ينفعش. ما انا بقول لك ده كان في الاول يعني هو كان عامل ذعر للناس. هو مش عند كل الناس والله، كان في ناس عايشه كان في ناس وضعها فاني وضعها فاني، وفي ناس على فكره كانت مبسوطه جدا، اللي هم بيحبوا العزله اللي بيحبوا قعده البيت دول كانوا مبسوطين جدا بالوضع ده. يعني مبسوطين ان في حظر، في عدم تجو، ما حدش بيخرج من البيت. انا الميعادي لغايه الساعه كذا. ده مبسوط. ده قاعد في البيت مبسوط، هو اصلا بيحب العزله. بس ده هتلاقيهم ناس قليله جدا الميال للعزله ده بقى، ده مرض برضو؟ لا مش شرط، ممكن في حاجه اسمها طبيعه شخصيتي. انا طبيعه شخصيتي مثلا مش اجتماعيه. ما هو برضو ما في لسه ما كنا بنتكلم دلوقتي على الذكاءات المتعدده، في من ضمن انواع الذكاء اسمه الذكاء الاجتماعي. ان انا عندي قدره على التواصل مع الناس بشكل كبير ولا لا. يعني لو ما عنديش ذكاء اجتماعي مش هعرف اشتغل سايكولوجيست اساسا، مش هعرف اشتغل اخصائي نفسي. المذيعين والاخصائيين النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين، المهن اللي بتتطلب تعامل مع الناس دي، لازم يكون شخص متوفر عنده الذكاء الاجتماعي، انه اصلا مش هيعرف يشتغل لو ما عندوش حته الذكاء الاجتماعي. وبالنسبه للاخصائيين او المعالج النفسي كمان او الطبيب النفسي برضو، محتاج ان هو يكون عنده حاجه كمان اسمها ذكاء وجداني، ان انا اعرف اخش في الوجدان بتاعك، اعرف احس، ادخل في شخصيتك، اعرف احس مشاعرك. طب انمي ذكائي الاجتماعي ازاي؟ عن طريق التواصل الاجتماعي نفسه. مهم جدا ابقى دايما لما اجي اتكلم مع حد، ودايما ده يعني من التدريبات اللي انا بديها للام. يعني في سؤال صحيح اتسالته امبارح مهم جدا. يعني في شخص كده بيقول لي انا حاسه ان انا ما حدش بيحبني. دي على حسب ده بقى. ده تقولي له تنصحيه بايه بجد؟ يعني اللي هو عنده رغم ان هو شخصيه محبوبه.
هو اصلا محبوب، هو بالفعل محبوب، هو حد فاني، هو حد كويس، بس هو بيحس ان هو مش محبوب. ده كده عنده مشكله في حاجه اسمها تقدير الذات، هو ده تقديره لنفسه منخفض. مع ان هو في حين ان هو فعليا ممكن يكون حد كويس جدا، قدراته كويسه جدا، ولكن هو ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش تقدير لذاته، شايف نفسه في صوره اقل من اللي هو المفروض يحط نفسه فيها. بالزبط. ودي بيبقى محتاج يشتغل بقى على السيلف استيم او تقدير الذات، محتاج تكون يشتغل صدمات على الثقه كتير، ودي نتيجه صدمات كتير. على فكرة الصدمات من الحاجات اللي بتغير في شخصيتنا كمان، مش جدا، مش بس هو في اصلا اضطراب، في اضطراب عندنا، في اضطراب عندنا في علم النفس اسمه اضطراب ما بعد الصدمة، ده حاجة تانية لوحدها. يطلع منه بقى ازاي؟ يطلع منه ازاي؟ مشكلة اضطراب، هو اصلا اسمه اضطراب كرب ما بعد الصدمة. الكرب ده عبارة عن 5 اضطرابات نفسية، يعني اللي عنده الاضطراب ده بيمر ب5 اضطرابات نفسية: اضطراب القلق، الاكتئاب، الهلع، افكار قهرية ووساوس. فهو بيعدي على كل ده، تلاقيه كل شويه بيتارجح بين كل ده، لانه شيء طبيعي. اتعرضت لحادثه والحدث الصادم مختلف بقى، طب يعني على حسب مثلا قوه الصدمه كده، يعني على حسب قوه الصدمه بيمر، ولا على حسب معتقداتك الشخصيه. يعني ممكن حد دلوقتي يخش يتخانق معانا، انا انسان حساس مثلا جدا، فده بيأثر. احنا ممكن نرد عليه ونتكلم، حد فينا ممكن يجيله حاله نفسيه. على حسب اتخطى بقى ازاي المشكله دي. بصي، عموما اي مشكله انا بمر بيها نفسيه بالذات، ما دام عدى اكتر من اسبوعين وانا في حاله الحزن دي او في حاله الضيق او في حاله القلق دي، وبدات انعزل، بدات مش عارف اقوم بادواري، بدات بستغرق وقت كبير مثلا لوحدي، بستغرق وقت كبير في القلق او في حاجه معينه بعملها وبتشغلني، زي ما انا قلت لك الشده والاعاقه، ان انا ابتديت حياتي بتقف او شبه بتقف، فببتدي لا انا كده لازم اروح لحد متخصص، مش هعرف اتخطى الموضوع لوحدي. طيب ولو الحياه ماشيه عادي بس لا في تغيير جامد حصل بعد الموقف اللي حصل؟ لو الحياه ماشيه عادي، وما هو اضطراب ما بعد الصدمه ده هيكون من علاماته ايه؟ انه لو طفل او كبير هيبقى فيه كوابيس، هيبقى فيه حاجه اسمها نوبه هلع او بانيك اتاك، دي بتبقى ضربات القلب زياده، في تعرق، توتر شديد، احساس بالغصه او بالخنقه، دي علامات القلق كمان يعني اصلا. فهيبتدي من وقت للتاني يجيله الحدث ده، يبتدي يشوف كوابيس، هيبتدي ينعزل. فخلاص انا كده عرفت ان الطفل ده عندي فيه مشكله. الطفل بعد ما بيتعرض للتحرش الجنسي اصلا بيحصل له كده، ما دي صدمه، دي من ضمن الصدمات اللي ممكن الطفل يتعرض لها. ممكن لو اتعرض لحادثه، شاف دم، ما احنا قلنا على حسب على حسب رؤيتك، على حسب الصدمه، على حسب انا حساسه ولا بالظبط كده، على حسب انا الحدث كان صادم بالنسبه لي ولا قوه التحمل بتاعه البني ادم. بالظبط كده. سعدنا بيك يا دكتور، الحلقه عدت بسرعه. ميرسي، وسعدنا بيك جدا، مبسوطه اني كنتي معانا النهارده. ميرسي، انا مبسوطه والله اكتر. ميرسي جدا، وانتوا ناس محترمه جدا، وانا متابعه على فكره البرنامج، واتبسطت قوي بالحلقه بتاعه الاولى على الثانويه العامه، كانت حلقه جميله جدا جدا جدا. كانت حلقه حلوه، اول حلقه اللي بعدها برده كانت جميله، انا متابعاك والبرنامج جميل بصراحه. ذوقك ونورتينا، سعدنا بيكم يا فندم جدا، ويا ريت تكونوا الساده المشاهدين استمتعوا وافدناكم، اهم حاجه تكونوا استفدتوا من الحلقه واستفدتوا من معلومات الدكتوره ياسمين. وبنشكركم، الى لقاء الحلقه الاخرى ان شاء الله باذن الله.